اهلا وسهلا بكم في القناه ديالكم ديليس كيما. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف صحه وعافيه يا رب. بالنسبه لهادو فهما لي كورني اللي كنا حضرنا من قبل في السنه الماضيه، لكن ببعض التحسينات وبعض التغييرات مع واحد الكلاص واعر بزاف، نتمنى انه يعجبكم وينال رضاكم. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي المكونات ديال العجين. فعندنا ملعقه كبيره ديال الزبده كنذوبوها، راس المعلقه ديال الملح، فانيلا، جوج بياض ديال البيض، كاس مملوء ديال الدقيق كيهز 125 غرام، وكأس مملوء من السكر كيهز 125 غرام، وعندنا 5 المعالق ديال الكريمة السائلة، ممكن التعويض ديالها بالحليب، لكن الكريمة كتبقى غنية وكيجي المذاق ديالها بحال لي تويل، تيجي المذاق غني ولذيذ بزاف. أول حاجة غادي نديرو بياض البيض مع السكر مع الفانيلا والملحة، وغادي نضرب غير بالضرب اليدوي حتى يذوب ليا السكر تماما مع بياض البيض، خاصو يذوب ليا مزيان، ماشي يطلع ماشي مشكل، غير يولي اللون ديالو بحال الحليب ويذوب ليا السكر. من بعد كنضيف هنايا الكريمة وتنضيف الزبدة الدائبة، ممكن الزبدة تكون في حرارة المطبخ ماشي مشكل. كنجمع العجين بداك الدقيق اللي عندي، وكيف كتشوفو راه كيجي شوية تقيل على عجين ديال الكيك، لكن ملي كتحطيه في المقلة فكيسيح تماما معاك يعني تيشد لافورم اللي بغيتي. كتجيبي معلقة وكتحاولي كتديري. بالنسبة للمقلة ففي الأول كتكون سخونة، لكن من بعد كنقصوها تماما، خاص بحال الشمعة باش يطيب على الخاطر ديالو ويجي مقرمش ويجي محمر حتى من الداخل. فكيف قلت لكم نقصوا عليه النار. من بعد غادي نجيب واحد سباتولا وغادي نحاول نقلعو من الجوانب، عاد ممكن انني نقبلو فنقلبو، عفوا ردوا البال، هاد العجين تيكون شويه حساس وتيكون هشيش بزاف بزاف. فهاد العجين يعني عموما العجين ديال التويل كله كيكون هكا، لكن ملي تكون لاباري فما كضطري لا تقلبيه لا والو، ولكن في البريسا كذلك ما كتقلبيه حتى شي حاجه. الا كانت عندك شي بريسا اللي رقيقه ما كتقلبيه ما والو، لكن في المقله كضطري انك تقلبيه، فخاصك تكوني حريصه شويه وديري شويه ديال الخاطر. من بعد كيف كتشوفوا كنقلبوا وتنجيب الشبكه، وهذه الطريقه درتها لكم السنه الماضيه ولقات الاعجاب ديال الناس بزاف، عجبهم داك الزواق اللي تتخلي الشبكه. الا عندك شي شبكه اللي سنينات ديالها او الزواق ديالها احسن، فغتجي المنظر احسن واحسن. ولا كندير بلاستيك ممكن ديري حتى ديال البلاستيك. فكنزولو كيف كتشوفي، كنحاول نزولو بالمهل، ومن بعد غادي نحطو فوق هذيك السكين او هذيك لاباري هذيك الاله اللي تن سباتولا ما عرفتش شنو السميه ديالها، لقيت عقله على السميه ديالها. المهم هذيك اللي كنديروا الكريمه غادي نحطها فوق منها، وغادي نخليه يبرد تماما. كنحاول ان نقادو بيدي كيف كتشوفوا بلا ما نهرسو بلا ما نقطعو، غير بيدي هكا وكنخليه يبرد. بالنسبه لهاد الطريقه كاينين ناس بزاف كيديروا على المدلك، ناس بزاف كيديروا على شي حصيه، انا هاد الفكره جاتني احسن باش كتجي ماضيه من الجناب وتيجي المنظر ديالو يعني مقاد بحال تاكو ديال الايس كريم، نسميوه حنا تاكو الايس كريم. بالنسبه للشكل الثاني فكندير نفس الطريقه، كنجيب المعلقه وتنسرح بها كيف كتشوفوها هو شد الشكل ديالو، وتنجيب سباتولا تنقلب، ومن بعد تنضغط عليه بالشبكه، كندير حتى زلافه باش نزيد نضغط مزيان. هذا غادي نشكلو في كورني، ممكن الا ما عندكش هذاك الكورني تشكلي ديري كورني من الكرتون وتغلي فيه بالالومنيوم وتخدمي به، يعني ماشي مشكله. انا فقط هادو عندي، ولكن هاد الثمن ديالهم ماشي غالي بزاف، خديتهم واقيلا بشي 2 دراهم ونص. كتخدمي بهم لي كورني اللي بغيتي، ممكن تخدمي الملح او الحلو. غنستمر هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد غنمشي نحضر الكريمه. ممكن انا كي الكلاص، فالكلاص ممكن تحضريه هو الاول، انا ما حضرتوش هو الاول، كنت الصراحه غادي غير نصوبهم ونخبعهم يعني لمرة اخرى، لكن البنت ديالي طلبات مني كلاص ديال الخوخ، فقلت يعني نعمرو بهاد نعمرو اليوم، يعني نصوبو اليوم. ممكن تحضري كلاص قبل عاد تحضري هاد لي كورني هادو يبردو وتقدي فيهم الكلاص ديالك.
بالنسبه للكراس اللي غادي نديرو اليوم فهو ديال الفواكه. السنه الماضيه كنت حضرت لكم بالمانكا وحضرت لكم بالفريز والفرومبواز والكاسيس، لكن هاد السنه هذه غادي نوريكم ديال الخوخ ان شاء الله. ديال الخوخ سهل بزاف وزوين والمكونات بسيطه، يعني ماشي بالضروره بزاف ديال المكونات، فغير ثلاثه المكونات كافي انك تحضري احلى كلاس. هنايا غادي نجرب معكم ديك ديال بريس بانيني باش نوريكم هذه الطريقه كانت دارتها الغزاله ديالنا مريم بركات، وصراحه جربوها الناس وعجبتهم، لكن انا اول مره غادي نجربها، غير البريس عندي شويه محفره فدات لي العجينه بزاف وجاتني شويه غليظه، جاتني غليظه كيف كتشوف راه كتبان يعني شفافه دوك يعني دوك التسنيات اللي كاينين في لاباري كلهم تغطاو، مع ذلك بان سميتو جاتني غليظه. غادي نحاول انني نسد عليها، ولكن واخا هكاك ما دارش ليا، ما تحمرتش ليا من الفوق، غادي نضطر نقلبها. ولاباري كانت فيها سخونه، فصراحه التجربه ديال هادي ما عجبتنيش بحال الاخرى. هاد المقله جاتني احسن، انا بغيت نوريكم الفرق كيفاش كاين. فإلا كانت عندك لاباري اللي هي مجهده فكيف كتشوفوا كتحمرها بزاف، حمراتها واللون ديالها ما جاش زوين نهائيا، وحتى داك يعني هذا داك الشكل ديالها ما جاش مزيان بحال الاخر. المهم هنايا غادي نجيب كاس ديال الكريمه تكون بارده، وغادي نضيف لها خمسة د الحبات ديال الخوخ يكون مقطعين ومسلجين. لكن البنات كنبقى نرمي غير بجوج حبات بجوج حبات، يعني بجوج طريفات بجوج طريفات، ونطحن ونعاود نضيف جوج طريفات جوج طريفات ونطحن. ما تضيفوش بزاف ديال الخوخ، الا ضفتوا بزاف ديال الخوخ كيشد لكم كيشد لكم في داك الموس ديال لاباري. ديروا غير بشويه بشويه، يعني بشويه بشويه، واستمري في الطحين. ملي غادي تطحن ليا مزيان غادي نعاود نحل لاباري، غادي نضيف لها عاوتاني شويه ديال الخوخ، وغادي نضيف لها ملعقتين كبيرتين من الحليب محلى. انا صراحه حليب محلى ممكن تعوضي غير بسكر او ملعقتين العسل حسب اللي بغيتي. انا غادي نضيف له غنضيف لهم حليب محلى لان تيعطي واحد المذاق زوين وتيرجعها يعني غنيه. لكن الا بغيتوها غير نتوما مثلا للناس اللي تيكونوا مرضين فديري السكر ودير العسل او ديري ستيفيا او كيف كتشوفوها. من بعد ما طحنت كيجي ثقيل بحال هكا، غادي ندخلو المجمد غنسد عليه في البواطه وندخلو المجمد حتى يجمد ليا تماما ولين المنظر ديالو زوين. صراحه ما كنمشي لكم فيديو باش ما نكملوش، يعني ما نفوتوش 8 ديال الدقائق، فبزاف الناس كتشكى من طول ديال الفيديوهات، لذلك غادي نحاول ما امكن انني نختصر في الفيديو. فانا درتو في المجمد، من بعد ما جمد زينتو في دوك عفوا دوك لي كورني اللي عندي، وهذاك الاخر ديال الشوكولا الا بغيتوه هذاك هذاك بتاوب ثلاثه المكونات. الى عجبكم قولوها لي نصوب لكم ان شاء الله. فهاد الكورني هذا صبته بالشوكولا لوالدي، لان ولدي ما تياخذش الخوخ، والبنت ديالي حضرت لها الاخر اللي بالخوخ. نتمنى الوصفه تعجبكم، تنال رضاكم وتجربوها وتبارطاجيو الفيديو. احبكم في الله ودمتم في رعايه الله.